مساء الخير. حرق دواليب له أثار سلبية على البيئة وعلى صحتنا، فالدخان الأسود اللي بيتصاعد من هالعملية هو عبارة عن مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية والغازات السامة اللي بتسبب تلوث وأمراض خطيرة بالجهاز التنفسي. أما بالنسبة للطقس، لبكرة بلبنان مستقر قليل غيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وبنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وبنروح سوا إلى سور حيث عم بتسجل 23، صيدا 23، بيروت 24، جبال 24، طرابلس 23، عكار 23. الأرز عم ترتفع درجات الحرارة وبتوصل ل 18، بعلبك 24، برمانة 24، القرعون 23، نبطية 24، وبنت جبال 23. الرطوبة بتتراوح بين 40 و70%، سرعة الرياح بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، وحرارة سطح الماء 24 درجة. منذكر إنه رياح شمالية غربية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليوم بالليل رح توصل درجات الحرارة للعشرين، نهار الثلاثة بتتراوح بين 20 و28، والأربعة بين 20 و28 أيضا. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الكويت 36، طهران 26، بغداد 34، ننتقل من بعدها إلى الجزائر 24، الرباط 20، القاهرة 27، وأخيرا لندن عم بتسجل 13 وفي هطول للأمطار ببرلين، لندن وباريس. وهيدا كان كل شيء. باي.